أنا أريد أن أقول كلمة حق لأحبابي وإخواني، لا أدافع عن أحد لكن أقول الحق. هل ممثل أن أتابع كل ما قيل في حقي وأتابع المقطع الذي قاله وتكلم فيه؟ رأيت أنه في حالة صخب. رأيت ماذا؟ وهذه النقطة ما تكلم فيها الناس، كل من تحدثوا باسم الشرع لم يتنبهوا لهذه النقطة العظيمة القوية جدا. شرعنا قال الله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء. بالنسبة لأن هذا الممثل هو أرحم من تلك الأستاذة الفلسفة التي قالتها في كبي وعيها واستخفت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الممثل الذي قال هذا الكلام فقد سمعنا زوجه تقول هو يصلي في رمضان، يحفظ أبناءه القرآن، يفعل الخير بالليل والنهار، شهد الجيران بهذا. والكلام الذي خرج منه كان في لحظة سكر. أنا لا أدافع عنه، لا أعرفه، لكن أتكلم بالحق، نتجرد الحق بارك الله فيكم. إذن حتى المشرع لما جاء بالشرع الحنيف، جاء بالأحكام، خفف الأحكام حينما يغيب العقل. أبدا فهم الناس مش يفهم. الخمر هو أم الخبائث، حرام بالإجماع، لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان بأي وسيلة كيف ما كتب بأي سبب، حتى وإن كان مسمى الشفاء والعلاج، لما ما جاء الله شفاء أمة ما حرم الله عليها. إذا قولا واحدا الخمر حرام بالكتاب والسنة وقول العلم والإجماع، فلا يجوز الإنسان أصلا أن يأتي أم الخبائث. ومن يأتي الخمر لا تنتظر منه خيرا، سوف يقتل ويزني ويأكل الحرام ويفعل كل شيء، كما ذكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان شاب عابد لله عز وجل، ودعته امرأة يعني عشقته وأحبته، وقالت ندعوك للشهادة، أصلت جاريتها وقالت إن سيدي تدعوك للشهادة، فامتثل. فلما كلما دخل باب صفدت عليه الباب حتى دخل أكثر منها وهي في غاية الحسن والجمال، وقالت له دانت منه واقتربت، أي تدعوه إلى الفاحشة والزنا، فأبى. فقالت له اختر إما أن تزني أو تقتل هذا الغلام أو تشرب كأس الخمر، فاختار الأخف في نظره فشرب كأس الخمر، شرب من كأس الشرب. فلما شرب قال زينوني، فلا زال حتى غاب عقله، وسمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل، وخمار المرأة لأنه يسترها. الخمر لأنها تخمر العقل، تغطيه، تحجبه، يصبح صاحب الإنسان بلا عقل. فلما شرب الخمر زنى بها وقتل الغلام، أي ارتكب كل الآثام. هذا هو الخمر، صاحب الخمر ينكح أمه وعمته وخالته وابنته ولا يشعر. وفي هذا قص كثيرة، في هذا قص كثيرة. أنا هنا أريد أن أقول كلمة حق. هذا الشاب، هذا الممثل قال كلام خبيث، لا غبار على هذا، استهزأ بالمصاحف، بالمساجد، بالأئمة، بالقرآن، بكل شيء، لكن الإشكال هو في حالة سكر. فهموا الشرع يا عباد الله. البعض يقول لك ولو كان هو أصلا تربع الدين وتم حالة السكر ما يقولش هذا الشيء. يا أخي إن الشيطان يتلاعب بالعقول في حال السكر. في حال السكر الإنسان يكفر بالله عز وجل، يسب الدين والرب والملة، ويضرب والديه ويضرب زوجه، ويتغير سلوكه. لهذا الله تعالى حرم الخمر، يفقد الرجولة والمروءة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حرم على نفسه وابتعد عن الخمر، لأنه كان يراه أنه نقص في الرجولة والمروءة، كيف يتلاعب به الصبية وهو عز قومه حينما يكون سكران. إذن هذا الرجل قال هذا الكلام نقطة غيبها كثير من الناس، بغوا يشدوا عليه. أنا أقول شدوا على الأستاذة أكثر، يعني في كبر وعيها، كل من كتب سطرا في حق انتقاص وازدراء للدين وللسنة وللبلد في وعيه يحاسب. أما في حال السكر هذا حال آخر. الله عز وجل المشرع، الله عز وجل الذي أنزل الكتاب والسنة قال خفف
خففوا عن من غاب عقله، ورفع القلم عن ثلاث: عن المجنون، وعن النائم، وعن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم. والعلماء أدخلوا في هذا كذلك السكران لأنه يغيب عقله بالسكر، وأدخلوا فيه من هو أقل من السكر: الغضبان. حينما يصل الإنسان إلى الغضب الشديد يصبح في إغلاق، ما تقولش تصل، الله يجزكم بخير، الله يكرمك، الله يكبر بكم، اتصلوا بي بأنواع كثيرة من الاتصالات وسائل الاتصال، ونحن الآن في درس حبيب الله حشومة، ما بغيش نقول أن أنا عقل عليكم البلوكي كل واحد تصل له، ماشي معقول صراحة، ماشي معقول. شنو معناتها؟ غادي نجاوبك الآن، ما يمكنش، الله يرضى عليكم. قلت لابد أن نفهم أن الإنسان حين إذا طلق زوجه وكان غضبان طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع كما نص على ذلك الفقهاء، مفهوم؟ إذا كان غضبان، الغضب الشديد لا يفرق بين لون أحمر وأسود، هذا باتفاق العلماء، طلاقه لا يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لم يخرج منه، استحوذ عليه الشيطان بالغضب، فقط بالغضب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. ماذا قال له؟ قال: لا تغضب. فالغضب الشديد القوي يجعل العقل يحجب ويكون القرار غير سوي، غير سديد، مفهوم؟ أما السكر والخمر فهو أشد باتفاق العلماء بالإجماع، أشد من الغضب، يغيب العقل، يغيب العقل، يصبح صاحب الخمر الذي خلاص بلغ منه الخمر غطى عقله لا يعي ما يقول. ونحن نعلم في الشرع أن الإنسان إذا غاب عقله لا يعني إذا غاب العقل مناط التكليف، ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء أن العقل هو مناط التكليف، إذا غيب عنك العقل رفع عنك التكليف، فهموني مزيان، إذا غاب العقل رفع عنك التكليف. لما يغيب العقل الطاقة والمصدر ديال الاتزان، شو ما عليكم، ما يعني أقسم بالله، يعني من أوروبا من جميع الدول، يعني والله العظيم الحشومة صراحة، ما يلعب، لأن خصكم تعرفوا واحد المسألة، أنا ملي كنكون كنتكلم، يعني شوف والله العظيم، كتوشوا عليا الأفكار ما كتبقاش مضبوطة صراحة، يعني الله يرضي عليكم. طيب، قلت وبالله التوفيق أن هذا الممثل هو وقع في هذه الأمور وهو سكران، يعني لا يعرف عنه، اسمعوا لي مزيان هذه القاعدة، لا يعرف عن هذا الممثل أنه ملحد، لا يعرف عن هذا الممثل على أنه يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستخف بالأحكام الشرعية، لا يعرف عنه أنه عدو لله وعدو للرسول وعدو الكتاب والسنة، عدو للمسلمين، لا، عكس ذلك. فإذا أردنا نحكم لا بد أن نتبع الأمور، نكون في حياد، ما يدفعناش الغضب والتحامل حتى نبغوا نطيح الناس أبدا، كلنا ممكن أن يخطئ. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فرق بالإنسان يكون غادي في الطريق ويزلق، وفرق بالإنسان هو أصنع عدو يحارب الكتاب والسنة، فرق كبير. كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، قد ترى الشاب محب لله عز وجل حتى هذا قد يسب الرب ويسب الدين، والحكم ظاهر في هذه الحال،
إلا إذا كان الغضب الشديد، أما إذا كان الحكم واضح. لكن هل معنى هذا أن نقنط من رحمة الله وندخله في جهنم؟ خلاص نقاطعه ونهجره ولا نتحدث معه ولا نتكلم معه ونجعله يئس من رحمة الله ومن روح الله؟ من قال بهذا؟ بارك الله فيكم. إذن بحالة هذا الرجل هو سب الله عز وجل، والله أرحم به منا. خذوا مني قاعدة، هو أرحم به منا، هو أرحم، الله أرحم به منا. فإن تاب ولدم غفر الله له، رغم أنفك، رغم أنوفنا جميعا، يغفر له ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أنا لا أدافع عن من يسب شعائر الإسلام ويسب الأحكام الشرعية ويسب النبي عنا، لا، سب النبي شيء آخر، هو ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو استخف في حال سكر، والأمر واضح في الفيديو. ثم من دفعه وسجله أصلا، مفهوم؟ الإنسان حينما كيسكر كيفقد العقل ديالو، ولما كيفقد العقل ديالو ممكن يقع في أي مطب الطفل الصغير يتلاعب به. ولهذا باش تعرفوا حكمة الله شرع لماذا حرم علينا الخمر، باش تبقى في كامل عقلك لا يغيب أبدا، بغى عقلك ما يغيبش، يبقى معك بإذن الله حتى تلقى الله عز وجل. لهذا الله حرم علينا كل ما من شأنه أن ينقص ويقلل من قدرنا ومن عزتنا ورفعتنا. ولعله درس له أن يتوب إلى الله ويبتعد عن رفقاء السوء ويبتعد عن المخدرات أو عن المسكرات، لعله درس له إن شاء الله تعالى. أنا شفت فيديو بنت كتقرأ، قالت بابا هو اللي حفظني الفاتحة وكيحفظني آية أسماء الله الحسنى كل يوم أقول لي بوسيها. واش من يفعل هذا؟ يعني هذا كاره الإسلام؟ عائلته ملتزمين، أخوته ملتزمين. إحنا ما كنقولوش غيكون إنسان شاب طريق يعني 100%، إحنا كنا ما شاديناش 100%، كان تفاوتوا نعم، ولكن على الأقل هو يعني غيكون السيد بحكم الفن، بحكم أنه يعني يكون واقعيين، ولكن ماشي عدو لله، كيحب الخير، كيحب المسجد، كيحب القرآن، لكن في حالة سكر ممكن أي سكر يقع يمشي، يجي واحد يصوره غادي يلوحوا نقيم عليه الأمور، بالعكس داك اللي صوروه هو اللي خاصو يتعاقب، داك اللي وهو إن كان يعاقب خاصو يعاقب على شربه الخمر بداية، لأنه هو الذي أتى به إلى هذه المهنة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابي انتهينا. قال الله عدل الله تعالى الشرك بالخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جمعهم مع الخمر لخبثه وشدته والعياذ بالله. إذا الإنسان إحنا ملي كنشوفوا هاد مواقع التواصل كتكلم وهاد المنابر الإعلامية كتكلم، حري بها أن تثقف الناس، وهي مناسبة حتى يجتنبوا الخمر، هي مناسبة حتى يعرفوا ماذا يوصلهم الخمر، إلى ماذا يوصلهم الخمر، وسب الخيانة الزوجية، الخمر وسب في القتل غير العمد، الخمر وسب في القتل الخطأ، الخمر وسب في الحوادث المقاتلة وتقتل العائلات، الخمر سبب في أشياء تخرج الإنسان عن سيطرته وعن وعيه واتزانه. الخمر هذا خطير جدا، لهذا الله تعالى رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليها، حرمه عليها وحرمت الخمر عشر. كل من شأنه أن يصل إلى الخمر لابد أن يقطع. الذي حتى الذي يغرس العنب من أجل الخمر، العنب نأكله حلال تقدم مش مشكلة، لكن تغرس من نية الخمر حرام. شوف رحمة الله بالعباد، ما قالش واحد يقول لك العنب حرام، ولكن دير انت حقل ضيعة ولا كذا من أجل الخمر، عنب خاص بالخمر
أصبح المال حراما. الذي ينقله ماله حرام، الذي يسقي ماله حرام. بل في الحمر في الخمر حرم علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. مجرد الجلوس مع الرفقة التي تشرب الخمر لا يجوز لك، لا بد أن تقوم. كل أمر سوف يقربك الزنا، كل أمر يقربك من الخمر فلا بد أن تبتعد عنه، لأن الشرع جاء بهذا. كل ما من شأن يوصلك إلى الخمر لا بد أن يقطع عليه الباب، لأن ليس فيه خير أبدا، ليس فيه خير، كله شر. ونحن نرى هذا بكل علم في هذا الزمان. وكان الله في عون المرأة اللي كتكون زوجة المبلي، أنا كنقولها دائما، صاحب الخمر والميسر والمخدرات الحياة معها، الحياة معه ضنك وشقاء وسواد وعذاب. كنقولها ونعاودها، كل من تزوجت سكير أو صاحب الميسر، الكليبات خوتو، الحمير خوتو، العود خوتو، أو لا اللي مزوجة كذلك أصحاب المخدرات، الكيف والحشيش، كل ما مش أن يغيب العقل يكون واقعي، لأن بدون وعي منهم يصبحوا تبع البلية. الله يعفو عن الجميع. لا وجه في خير، لا أنف في خير، لا الشفتين في خير، لا الفم في خير، لا الرائحة الجسد في خير، لا الرئة في خير، لا البيت رائحته في خير، لا الجيب في خير، لا الزوجة في خير، لا الاستقرار والقرار وحسن النظرة وبعد النظر في خير. يصبح عليه السواد في كل شيء. ولهذا جاء الشرع يحرم على هذه الأمور. إذا هذا الشاب يقع في الخطأ لما يقول سامحوني راه كتشفعي، أنا أحب الله، ويستغفر زوج تقول سامحوه راه كيحب الله، تلكم مصاحف السجادات كيصلي بهم في رمضان، أبناؤك يحفظوا القرآن، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ هذا فيه خير، جاء إلى الله تائبا ويستغفر ربه ثم يطلب السماح من الناس، خير من لا زالوا يتألم مع الله ويتعالون على عباد الله ويجأرون ويصرون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يتكلم معه. بالعكس الذي يتخذ بيديه تلقى فيه خير كثير، بحال تلقى فيه خير كثير. كنقولها، ألف مدمن يحب الله ولا عاقل يسب رسول الله، ألف مدمن يحب الله ولا عاقل وليس ليته كان عاقل ويسب رسول الله. كالقاهم كيشرب شرب كيحب الخير، يحب الصلاة، يحب الله، يحب المساجد وكيصلي، ولكن البنية كتجر مرة مرة. هذا درس باش يبعد عن البنية، هذا درس باش يبعد عن البنية، لكن ماشي نجلدوه. الله يجزيكم بخير. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جلادا، أنا ما كنعرفوش وما تجيبش ندافع عليه، كنقول الحق، حرام ثم حرام ثم حرام. بالعكس خاص يتخذ بيدي، وما تهزوش النفسية، تدمروش النفسية ديال زوجته وديال بيته، وقيلوا العثرة ديالو استروه، يستركم الله سبحانه وتعالى. أي نعم هو أخطأ، قبل أن يخطئ بالكلام أخطأ بتعاطيه الخمر وأخطأ بالرفقة السيئة، لكن يسمع مني يسمعها، أخطأ بالرفقة السيئة وتعاطيه الخمر، الخمر لا يأتي بخير. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. فالله يجزيكم بخير. كلنا ممكن أن نخطئ، شكون اللي فينا ما خطأش؟ لكن الخطأ كيتفاوت، شكون اللي فينا معروف بالله عليكم؟ احنا صحابة، صحابة وأخطأوا، نكون واقعيين. من منا لم يخطئ مرة أو مرات؟ شكون اللي نمر في نخطأ؟ كن واقعيين. المشكل هو أنه شرب الشراب لكن تكلم كلام ولكن تنقل على العام، هذه كلها احنا ما كنتفقوش عليها. احنا ماشي مع الشراب، احنا ما كناش الشراب ما يكونش نهائيا، ما كناش ما يتباعش، ما يمسوش المسلمين اصلا لان حرام عليهم،
وحنا ما نبغيوش اي انسان يمس ديننا وبلادنا. لكن هذا سكر، راه حتى في القضاء كاين تخفيف حالة السكر في حالة غياب الوعي. وحنا كنتكلم معكم الان كنتكلم مع المؤمنين في باب الله عز وجل. باب الله، الله عز وجل ما كيعاقبش الناس بهذا الشده اللي انتم بغيتوا تعاقبوا بها الناس. الله ما كيعاقبش الناس بهذا الشده اللي انتم بغيتوا تعاقبوا بها الناس. لو الله تعالى اخذنا بذنوبنا لخسف بنا. لو الله تعالى ياخذنا بالذنوب ديالنا ما غاتجي حتى حميجه تكون غير كتلب الذنوب رائحه، راه مشكل. خاص تمشي واحد كل ثانيه تعاود تغسل وتحطه وتخرج منك الريحه. لو كانت للذنوب رائحه ما جلسنا احد. شوف ذنوب السر، ذنوب الجهر، الغيبه، النميمه، الضلال، البهتان، القذف، الزور، الحرام وغيرها كثير. لكن الله يرضي عليكم، الله يجزيكم بخير. ما نرى الان في وسائل التواصل وفي هذه القنوات الالكترونيه كثير منهم، يعني صراحه بالزياده، البحث عن البوز والبحث عن يعني المشاهدات والاعجاب والبحث عن كذلك الفلوس. ولكن ما هي الرساله اللي كتقدم مع هذه الاخبار؟ ما هي الرساله اللي كتقدم وسط هذه المشاكل الاسريه اللي كتطفح فوق السطح يوميا؟ التخصص اللي غيحاولوا يجليوا للناس الخطا من الصواب فيما يظهر للناس. هنا اشكال كثير من الناس الان واقعين في نفس المشكله وقف فيها الممثل. الله يغفر لي والله يعفو لي. كثير من الناس واقعين في نفس المشكل. اكيد اللي كيجي سكران وبقى يشد مرته بيا انت امك واحد النهار شتي ما كنتي غادي وشتي فيك الشوفه، شتي ما كيجيب لك شي قديم، بوت 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 بوت، هاك مشكل. كاين لك تا نص الليل وكيتم جاي سكان ونفيق الحومه كامله، وكاين اللي حتى يسكر يسكر في البار ويسكر في دارو ويخرج للدار معجان، وكاين اللي كيهز السكين يهز الادوات السلاح الابيض، وكاين اللي كيطور يهز كاع اللي كان عنده الرصاص او شيء ويقتل الناس. واش هادشي ما كاينش؟ وانتم كتشوفوا عيانا معظم من يسكرون في الغالب صبر ربو سب الدين، لان الشيطان يستحوذ على العقل وقد يدعو ان يقتل والعياذ بالله. لان الشيطان يجي في الانسان وجه الدم. فهموها معايا مزيان، الشيطان كيتسنى منك غير الغفلة، كيبغيك تحط غير السلاح ديالك. راه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحال حين يشرب الخمر وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أنه يرفع عنه هكذا الإيمان، فإن تاب راجع. يعني الإيمان اللي عندك أنت ورأس مالك وكتحافظ عليه، لما كتشرب الخمر يزال عنك فتكون عاريا دون جنة الحرب، دون لباس واقي. فالشيطان يستغل هذا حينها وكيتلعب بك. فلما كيتلعب بك يديك في النبغ، العقل خلاص غيب والايمان رفع. وهذا الذي ينتظره الشيطان، لهذا يزين للشباب الان حب شرب الخمر. فهم مزيان، كيعطي واحد النشوة خطيرة في شرب الخمر. كيقول له اسمع انت دابا الفودكا، اسمع الالوان، اسمع الالوان الروائح، اسمع يعني الانواع. كتصبح القنينة ب 7000 درهم، 10000 درهم. كاين اللي كيشريها غير بالقنينة ديال 10 دراهم، 15 درهم. المهم كل واحد غادي ينفق على قدو. هادشي واقع. وخصو يدير الطابلة ديالو باش يقطع، وخصو كذا، وخصو راه مشاكل. الشيطان زين الان، يسمونها بغير اسمها الان، المشروبات الروحيه، مفهوم، باش ينتشي. وربما اصبحت عند بعض البيوت الاسر
على أن الخمر هي سبب من أسباب الرقي. الإنسان المثقف والراقي هو الذي يضع الخمر أمامه وكيعرف كيفاش كيشرب، تورني تبع تورني وقطع وكذا، وخصو حتى واحد في الجدار وحط مع كذا، واو مزيان، ولا في دار عادي ولا في الثلاجة ما كاينش المشكل. يعني الشيطان زين الآن للناس على أن رمز التقدم والرقي هو أنك لابد تتكلم بلغة أجنبية، وضروري أنك تكون في يديك سيجارة فاخرة، وتكون في يديك قنينة من أنواع الغالب. شتا كيف؟ باش تفهموا الشباب غادي في واحد الطريق اللي هي خطير جدا، وهذا شيء مبيت، شيء مقصود، هذا شيء مقصود. لأن الشباب لما غادي يصعب ما عندوش هاد الالتزام، الرزانة الإيمانية والقوة والحجة اللي بها كيعرف الطريق الخير من الشر، أكيد سوف يضيع في التيه الإعلامي الموجود، ويصبح عنده رمز آخر لما كيشوف مثلا لاعب كرة مشهور، مغني مشهور، هو الإمام القدوة عنده، ولكن خاصو يوشم، يدير بحالو في الوشم، خاصو يدير بحالو في الطانكا، ما وصلش لك شيء آخر اللي عنده، لكن الشكل الظاهري ممكن يقول إذا شفته في الشكل الظاهري لعل الشكل الآخر يأتي، أو يشعر بالنشوة أو شيء من السعادة أو شيء من الرقي. هذه مسائل نفسية خطيرة، أين هو الموجه الآن؟ ويصبح هذا الشاب يقلب العطاني هنا، بريكة كديرها هنا في لسانها، كديرها في شفتين، هذا الشيء موجود الآن. مش كنتكلمش على ألمانيا أنا ولا إيطاليا، كنتكلمك على المغرب. ها هو يدير طانكة هنا، المشكل ها هو شنو كذا؟ هو تقول له شنو؟ يقول لك راموس، يقول لك فين ميسي، وهكذا يعني. وكينشيو يتقدموا في هادشي حتى شي أشياء هي خطيرة جدا، لأنه كيتابعوا هاد النجوم والفنانين، كيتابعوهم في أشياء اللي هي سرية في انستغرام، في وسائل التواصل، وكيحاول يقتنع أنه يدير بحال، حتى وصلت أن يتزوجوا عقد علاقة شراكة بين أنثى كأنه زوج حلو. يقول لك وفي كاين المشكل؟ نجوم الفن، نجوم لعابة مغاربة مشاهير، راه فلان عرفتي أيه؟ هذيك راه ماشي مرتو، واش راح حمل معاها؟ راه غير صاحبتو، ولكن هما هكذا من بعد تزوج بها، ياك حبيبي، وتو كيعملها. والأخرى حتى هي مقتنعة بالفكرة، حتى يشرب الفكرة من وسائل التواصل وكذا، وأصبح الأب والأم في غفلة، والأبناء يرتعون ساهون. هذا واقع، هذا واقع، هذه من المخلفات الرواسب الخبيثة الآن اللي كيعيشوها الشباب المساكين. هما كنقول مساكين، أنا كنقول الشباب مساكين، علاش مساكين؟ لأن أين التلفازة؟ أين هي الجرائد؟ أين دور الشباب؟ قل لي كيف الشباب ما غاديش يضيع وما كاينش اللي غادي يعلم؟ كيف المدرسة بدايتها؟ إذا كانت أستاذ ديال الفلسفة هي كتعلمهم كيفاش يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسيرة النبوية، ولا سألتيها في السيرة ما غتعرف منها غير الخير والإحسان. إذا هذا الشيء كاين، فالله يجزيكم بخير، ما تكونوش جلادين، كونوا مربين، كونوا معلمين، ما تكونوا جلادين، كونوا مربين وكونوا معلمين وكونوا رحماء. فالحياة التي نعيشها هي قليلة، مضى قبلنا أقوام، انظر في حال كيف كنت قبل عقدين أو عقد 10 سنين 20 عام 30 عام كيف الآن، يعني وسرعان ما تلقى ربك جل وعلا. فاجعل هذه الحياة بهجة وخير وإيجابية ورحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، مفهوم؟ كونوا رحمة على الخلق، وعلموا الناس كيف يحب ربهم ويتقرب إلى الله خالقهم سبحانه وتعالى، وكيف يعظم نبيهم صلى الله عليه وسلم. لأن هالشيء كنشوفوه لا يبشر بخير، قد يأتي جيل لا يعرف من الإسلام إلا الإسلام، مفهوم؟ وهذا ما نخشاه، وهذه أمانة علينا جميعا، أن نعلم ما استطعنا وأن نوجه ما استطعنا بفضل الله عز وجل، ويكون خير إن شاء الله تعالى. إذن هذه رسالة بينت أن الرجل قال ما قال في حال الصرف، والشرع رفع عنا وخفف عنا. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يهديه وأن يغفر له وأن يتوب عليه.
وكل من على شاكلته أن يتوب على المذنبين المدمنين وأن يتوب علينا معهم أجمعين. صلى الله تعالى محبب إليه فعل الخيرات وأن يوفقه لترك المنكرات وأن تكون هذه سبب. قلوا آمين على الله يستجيب لنا نحن ندعو مع فضل الغيب وليعلم أن نتكلم عنه لعل الله عز وجل في هذه الساعة أن ينزل على قلبه الإيمان يحبب إليه الطاعة ويبغض إليه المعصية وما يدرك. فالقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لعل نرى بإذن الله تعالى فاضلا خيرا تقيا نقيا. وأسأل الله تعالى أن يسر وأسباب الرزق الحلال. فعلى أحيان تكون الرفقة رفقة سوء والشر تستغل ضعفك وحاجتك ونقصك وهذا يرجع إلى ضعف الشخصية أو يرجع إلى الحاجة والإنسان يصبح ينصهر وسط خل ورفقه ولا يؤمن بها حقا لكن يريد أن يجاملها من أجل كسب أو رزق أو قوت فيضيع. لأن أصحاب القلوب الطيبة لا يعرفون يعني كيف يتلون وكيف يقع في المطب. ولهذا صاحب القلب الطيب أنصحه ألا يوافق إلا أصحاب النفوس الطيبة وإلا تعكر مزاجه وتغير حاله وربما ثقل سيره إلى الله عز وجل. هذه أقولها أصحاب القلوب الطيبة رسالة مني إليه. إذا رأيت من يريد أن يثبطك ويثقل سيرك إلى الخير فحال بك أن تفر منه فرارك من المجنون وفرارك من الأسد لأنك لا شك أنك سوف تنصهر أو أنك ستضيع في طريقه أو أنك سوف تتنازل عن أمور أنت لا تريد أن تتنازل عنها لكن في ذلك مشقة وفي ذلك ضيق وشقة. فلا أقول لك هذا وربي لأن سمعت ما قيل وسمعت ما قالته زوجه وأسأل الله تعالى أن يهديه. أسأل الله جل وعلا أن يهديه والصاحب ساحب. لا تسأل عن قرين لا تسأل المرء واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. ولهذا الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والصديق والخليل والصاحب كنافخ الكير أو بائع المسك كما بين صلى الله عليه وسلم. فإياك إياك أخي الكريم أختي الفاضلة أن تكون لك رفقة مع حاقدة حاسدة ناقمة غشة كذابة ظالمة أو حاقد ناقم حاسد فاجر فاسق. إياك ثم إياك كن طيبا واعلم أن ما وقر في قلبك من الإيمان وفي صدرك من سلامة الصدر وفي عقلك من النور وفعل الخير هو كنز عظيم لا يقدر بثمن. فإياك ثم إياك أن تسير مع رفقة ليست فيها نافكا من الخير فتضيع وربما تبحث عن نفسك بعد أعوام وسنين فلا تجد نفسك تريد أن تشتري ما كان عندك من الله مجانا ولكن لا تصل إليه. فهذه منح من الله تعالى لا يصل إليها كل إنسان. فلهذا وجب أن نحمد الله تعالى حتى يزيد من فضله. النبي كان يسأل ربه في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذه نعم جليلة عظيمة. الرفقة لا تأخذك إلى الخمر لا خير فيها إلى سجارة لا خير فيها إلى عقوق والدين لا خير فيها إلى خيانة زوجة لا فيها لا خير فيها. تأخذك إلى أن تكون ناسيا للأمانة التي أحاطها الله وعرضها برقبتك في والديك وفي أبنائك وحلك لا خير فيها. ألا تجعلك سبهدلا فارغا من أمر الدين والدنيا والآخرة لا خير فيها التي لا ترفع همتك. الرفقة الخاوية لمن تترشش بالنفع لا خير فيها. والنفع يكون بداية في كتاب الله في دين الله ثم بما ينفعك في دنياك وأخراك. هذا هو الدين. الدين جاء من أجل أن نكون أقوياء
حينما حرم عليه ما حرم حتى لا تكون هناك المثبطات. السعير ما جنب الفتن والخمر الفتن من علامات الساعة. السعيد من جنب الفتن، من وقي الفتن. فلا تقحم نفسك في الفتن. السعيد هو الذي يبتعد عن مغازلة النساء والتواصل معهم، مرتاح ماشي وطيح فتنة وطيح مشقة وتبعد، خير أنك تكون بعيد. السعيد هو ما يعرفش مكان الخمور ومكان البيران ومكان الملاهي الليلية، سعيد حسن ما يكون فيه ويقاوم. سعيد جنب الفتن. السعيد هو الذي يجلس في الخيرات الطاعة الصلاة الذكر رفقة طيبة وخذوا بالحسنة حسنة وبعيد عن رفقة السوء، أحسن لي. هذا جنب الفتن، وقي الفتن، خير لي. هناك بعض الناس مباركين يعني من صباح الليل هو عنده رفقة، عنده أوقات عامة، وقت ما كيقدوش غير في الخير، كيجري مع هذا مع هذا مع هذا، ما عندوش وقت فين يمشي في الشر باش يلمز ويغمز ويكذب ويفتري ويظلم، ما عندوش وقت. الله تعالى وقاه، وقاه عذاب السموم، وقاه شر الفتن. إذا هكذا وجب الإنسان يكون، هكذا وجب أن يكون الإنسان بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، أن يكون ما قلته بإذن الله تعالى في حق هذا الشاب كافي. لأن البارح الليل بنسجل فيديو وقلت حتى أشارككم إن شاء الله تعالى مباشرة، بقى في الحال لما سمعت حاله بهذه الطريقة. فرسالة بعض الإخوة والأخوات اختصر ما قلته ويوضع بإذن على قنوات وعلى حساب فيسبوك أو كذا، حتى يصل إلى، لأن مسألة رأي عام حتى يصل إلى الناس، ما نكونش كالإمعة. أنا مشكل الناس أكثرتهم كالإمعة، كيشوفوا واحد النقطة سلط على الصحفي الضوء لغاية ما، والناس كلها كتشوف الموجة، كلشي غادي مصفق على الموجة. وفين هو عقلك؟ لأن العقل نعمة، تكون قريتي وتكون فهمتي وتكون جلستي باش تحققوا دقة في المسائل، ماشي أي حاجة كناخذوها وفق الرؤية لأنك إنسان نشربها أنا، خطأ. هذا هو الخطأ، عين الخطأ. واش الصورة اللي بغاو يعطيونا هما دائما هي كناخذها أنا وكناخذها بقناعة 100%؟ لا خطأ. وأين أنا؟ إذا كان هو يعطيني كل شيء، أين أنا؟ ما يمكنش نهائيا. فالله يجزيكم بخير، كونوا أذكياء، ما تكونوش إماعة، يسيركم كيف ما بغى. لما تكلمت الأستاذة قلت الأستاذة فيها الشر، وكلامها فيه سم، وفي كامل وعيها مصرة على هذا، وسبق أن قالت وقالت وقالت. لكن هذا في حال السلب، وفي حال كذا في حال السخف، فرق كبير. وفي وعيه محب لله وطائع ويصدق ويصلي ويذكر الله ربي ويدعو على فعل الخير، إذا فرق كبير، لا وجه للمقارنة. فالله يجزيكم بخير، كونوا أذكياء. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب، من رأى أن الراقي وجهه تعب بزاف وبزاف، يعني سبحان الله مريض ولا بد من مجهود كبير. والله شوف صراحة المجهود أنا قيم المجهود مش كبير الحمد لله، يعني لم أرتاح مدة تقريبا هذا الحظر والحجر الصحي ولا يوم تقريبا، وقبلها كذلك وإلى الآن يعني الحمد لله. فلهذا يظهر لي التعب، تعب شديد، الكل حتى كل من يلقاني يقول التعب، لا في اللون في الوجه في الملامح يعني، وحتى في صحتي الحمد لله، لكن لله عز وجل. لأن التعب السفر يوميا وكان في الصيام والتنقل والتفكير في الفقراء والمحتاجين وكيف توصل للمساعدات، هذا ليس سهلا. فأنا كنت مثلا كنكون مع بعض الإخوة في كازا كنخدم معهم، ولكن ملي كنت نحيد من الإخوة في كازا كنجي عند كنمشي للرباط أصلا أو شي فاس أو شي مراكش، وهكذا كتنقل دائما، فالأمر ماشي سهل. يرجع على الصحة وعلى كذا، إضافة أنك يعني ربما مهم على أيه. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا وللجميع، وأن يطيب أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يجعلنا مباركين.
نسأل الله تعالى ما نقدمه يكون خالص لوجه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال العزة والرفعة والنصر والتمكين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين.